ايه ده؟ في ايه يا عم مالك؟ مالك بتبحلق لي كده ليه؟ ما تيجي تاخد لي صورتين احسن. في ايه يا حاج؟ والله يا بنت انا ريقي ناشف ومعيش فلوس. بس كده؟ رز افتح بسرعه حاجه ساقعه. حاضر، ده اللي فيها لله ما تغرقش من عيني. اتفضل. بابا يا بابا سيب لي شويه. وانا كمان حرام وعطشان. بس كده؟ رز بسرعه افتح حاجه ساقعه يلا. ساعة كتير. الله يكرمكم. ودي لماما. ماما بس كده وادي يلا يا رز. اتفضلي. ليه بس حياتك مالكيش نفس؟ المدرس جاي النهارده ما خدش حساب الحصه اللي فاتت. طب وهي الحصه بكام؟ الحصه ب 30 جنيه. رزاق معاك فلوس كام؟ ما يكملش. كام يعني؟ ما يكملش. كام؟ 59 ونص. هاتهم. حاضر. يلا. حاضر. امسكي. هات بيت الفلوس. حاضر. اتفضل اصلها. هاتهم. دي فضه؟ امسكي. بقول لحضرتكوا ايه يعني؟ انتوا ممكن تقبلوا الفلوس مني دي؟ الله يكرمك يا بنت. الهي ربنا يكرمكم. الهي ربنا يكرمكم ويطلعكم في العلال يا رب. يلا يا اولاد يلا. هات الفلوس. فلوس ايه؟ الفلوس اللي بعته بيه. وانت عايزه الفلوس ليه؟ عشان العربيه جايه تاخد حسابها وانا لازم اديهم فلوس. ما هو للاسف يعني مفيش فلوس. ايه يعني؟ انتوا ما بعتوش حاجه خالص ولا ايه؟ دوري يا حبيبتي يا خالتي. انت ما سمعتيش الدعوه؟ دعوه ايه؟ ما هو اصل ايه؟ اصل ما هو انت هتفضلوا تهمهموا كده. ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو بقول ايه؟ تعالوا اتفضلوا الاول كله معايا وبعدين نتكلم في الحكايه دي. يلا هنقول لها ايه؟ انا جعان. احنا ناكل الاول ولما ناكل هنعرف نقول لها ايه. طب يلا تعالى. اي 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 اسكت خالص صوتك ما يطلعش. هو في ايه بس؟ فهمينا. اكل اكلت ايه دي؟ دي الاكله اللي بيتكتفوا لها. اكلت ايه بس يا اخي؟ انت كنت دي مسابقه في الاكل ناكل كده؟ اكليهم يا نوره اكليهم. ايوه دي مسابقه فلوس. فين الفلوس يا واد؟ الفلوس راحت تجيب حاجه. الفلوس راحت. لا 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 الفلوس راحت للدروس. قولنا فين الفلوس؟ فين الفلوس؟ راحت لبنت اختها. اديهم اديهم. اعترف يا اخي وقول لهم الفلوس فين. خلاص هعترف هعترف. انا اللي قتلتها. ايوه انا اللي سرقت زهره الاشتغال. انا اللي وقفت الهجان. انا جمعه الشوال. انا الطريق الى ايلام. انا زهره وازواجها التسعه. سيبيني بقى. وبعدين انت ما سمعتيش الدعوه بتاعت الراجل. انا ماليش دعوه. الفلوس فين؟ ها الفلوس فين؟ وانتي بتاعي الفلوس فين؟ ما انا قلت اهو بقى. هفضل اضرب فيكوا كده لحد ما يبان لكوا صح. وانا وهم صح. سلام يا صاحبي. حب في الزنزانه. الحقونا حرام خلاص. خد لك ساتر. اجعل يا نوارة يا نوارة. الحقونا الحقونا يا استاذ عز الدين. يا ده كابوس يا فندم. كابوس؟ ايوه. ده ساتر يا رب. بس الواحد لما شافك خلاص خير ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله خير. بس انا الاخر عندي كابوس. ليه؟ انت بتمشي من زمان؟ لا الكابوس اللي عندي الحفله اللي انا عاملها لكامله اختي بالليل. حفلة تنكرية. لا حفلة عيد ميلاد أختي كاملة. تبقى عايز تورتاية كبيرة. لا التورتاية خلاص طلبتها. تبقى عايز معازيم كتير. لا خلاص المعازيم أنا طلبتهم. قصدي أنا عازمكم أنتم والجيران كلهم والباشمهندس كمال وعياله وعيالنا بالرخ. أمال عايزين بالظبط؟ عايز مصور الرجل. موجود يا فندم موجود. فين؟ الاقيه فين؟ بيتضرب جوه. اه ايه بيتضرب جوه؟ قصدي ده هضرب له تليفون من جوه. اه طيب قولي لي يا نواره يا لعلطه العماره ياخد مني كام في ساعه زمن يبيع؟ ساعه؟ ساعه رضا يا نواره. ساعه رضا؟ ساعه رضا؟ ايوه ساعه رضا. ايوه 300 جنيه. بس اتفضل يا سلام. 300 جنيه اهو. بس ما تنسيش الساعة 7 بالظبط. اطمن انت بالذات ما تتنسيش خالص.
والله يا نوس احنا كان قصدنا خير. لا ما هوش خير، لو كان خير ما كنتش ضربته كده، عشان اللي بيعمل خير بيلاقيه. اتنصب عليهم الخيبانين ترارارا. ايوه احنا اتنصب علينا وخيبانين، فكوني بقى. ما انتوا كان لازم تتقرصوا عشان تتعلموا. بس ده مش قرص، ده ضرب، ضرب وجمع وطرح كمان. وبعدين الراجل ما كانش باين عليه نصاب، وحاله كان باين قوي هو واولاده. هبلك ده اللي جايبك الارض عشان كده دخلت عليك التمثيليه. خلاص بقى يا نواره سامحيهم المره دي عشان خاطري. لا ما مش طالعين معانا الحفل. لا انا اتضرب انما اتحرم من التورته لا. انت كل همك على بطنك وبس. يا سلام، يعني انتوا تاكلوا واحنا ما ناكلش؟ اكل ايه؟ المهم اضمن ال 300 جنيه دول. ما هم في ايدك اهم. يا سلام، يعني هنصور وايدينا فاضيه؟ على فكره انا بعرف اصور. ما تلفش وتدور، انا برضه مش هفكك. وعندي كاميرا فيديو كمان. يا ابني الايه، انت عندك كاميرا؟ ايوه، واخدها من الاستاذ توفيق المطرب. ايوه، وكان معلمني اصور بيها. ايوه، ومديله شريط فاضي شايله اليوم فرحنا. فكيهم يا لوزع. ايه فكيهم دي؟ انت بتفكي 200 جنيه؟ فكوني بقى عشان اقول يا فكيك. وعلى فكره بقى انا مش قاعد معاك. ها ايوه. رزه رزه، اهون عليك يا رزه. بصراحه بقى لا انت تهوني ولا التورته ولا الكيك، انا مش قاعد وطالع معاكم فوق الحفله. انا اللي مجنني حاجه واحده بس. انا بقى اللي مجنني 100 حاجه. حاجه ايه يا نوار؟ خلاص فاضل لنا بابه ونشتري الارض اللي هنبني عليها الفيلا. يا حبيبتي يا خالتي يا حبيبتي. ونرتاح بقى طبعا ونتنغنغ. وتنغنغيني وانا اغنغك، ونفضل ننغنغ كده في بعض طول اليوم. ايوه بس انا بغير من النغنغه. احنا من بكره هنشتري الارض اللي هنبني عليها الفيلا ونعيش فيها في العالي. الفيلا ياه. عشان تعرفوا انا ماشي او بتعب عشانكوا قد ايه. الى ارض الفيلا. الى ارض الفيلا. الى ارض الفيلا. الارض العطشانه نرويها بدماغنا وبدموعنا وبفلوسنا. يا دي ما
مش ممكن كده. خير ده يسكت من الكاميرا بتاعتي. خلاص انتوا هتزوموا من غير زومي اما خواجه صحيح. ركز هو بقى بيقوم جدا كده هما اللي بيبقوا بقى عايزين نعمله في يا ابني. وسع مش عارفه اتكلم وسع من وشي. ده انا ببلوزك يا هاني. في حد بيعمل كده؟ ايه ده؟ روح امشي العب بعيد صور بعيد. هو التصوير ده اي حاجه؟ ده فن فن. اوعى تكون هتعمل فيها مالك وترش عليا ميه. ها تعالى صورني انا اللي هتصور مع الزينه. لا انا لا انا بس بقى هدومي باظت. هدومي وسعت عليا. بقول لك ايه؟ انت بقى اللي انت بتعمله ده. تعالى يا ريت حضراتكم تضموا على بعض شويه. لا لا انا ما بصورش غير مع جوزي الحاج كمان. حضرتك بقى حط كترك على كتفها. حاضر. لا ده ايه اللي تعجب بقى يا فندم؟ دي صوره بريئه جدا. دي صوره للذكرى. يا عيني يا عيني عليكي وعلى ذكرياتك. ذكريات ايه وهباب ايه؟ التصوير في الحفلات ما بيبقاش كده. ده حياتك في الافراح البلدي بس بتبقى كلها زيطه وزمبليطه يعني. امشي من هنا امشي. ايه السخافه دي؟ نمشي نمشي ورايا. يا ستي عيب مصحش كده بطل بصبصه. دي برضو مرات الحاج كمان. هاتيلي التورتيه دي هنا. بتعملي ايه انت؟ اهي هات التورتيه دي هنا. حاضر. وانت ايه اللي بتعمله ده؟ ده التصوير يا هاني. هنا في المطبخ؟ ايوه حضرتك هو ده الجديد. الجديد لانج. ياه صوره نادره جدا. بصي اضحكي حاجه كده. اضحكي. اوعوا اوعوا تصوروا الكلام ده. ليه دي صور معكوكيه؟ صور معكوكيه ايه؟ ممكن توقف حالي ما اتجوزش. حضرتك عايزه تتجوزي؟ انت عايزه تتجوزي؟ لما انت عايزه تتجوزي؟ امال احنا المساكين هنعمل ايه؟ انتوا تمشوا وتطلعوا بره. بره ايه؟ لا ما اقعدش عايزه الحفله بره. احنا ليه منكم ولا من اللي بره؟ وبعدين هنا مش عايزاك تلاقي خالص. كل حاجه هتبقى نظيفه زي الفل. هنضف لك كل حاجه ونقول مصمص حالك. امشوا امشوا اطلعوا بره. امشوا امشي بره. لا 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 ده اتأخر كتير قوي يا كوثر. سوري قصدي يا مدام كوثر. عموما انا هشيل له نايم. والله انا عايزه افرح. ما تغنوا لي اغنيه سنة حلوة يا جميل. 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 واحد اثنين ثلاثة. ايه ده؟ كنت طالعه نصابين. مش داعي المسامح كريم يا مدام. واحبسك انت كمان معايا. لا وعلى ايه؟ انا مالي. يلا 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 انت وهو يلا بره بره بره. لو نزلت لقيت حد فيكوا ده انا هخلي كمان يحبسه. ايوه احلى حاجه الحبس. دول يستاهلوا الحبس والشن. يلا يا زباله يلا خلي بالك. العماره دي ما تحسبوهاش تاني ابدا. مش داخلينها. خلاص احنا كنا واقفين على هبابه وحجات منكم. هننزل علشان نطلع تاني في العلي. ايه
متأمن علينا. وحتى لو متأمن عليك تأمين ما بيطلعش في العلال. سلام عليكم. فين رزة؟ رزة؟ اه يا رزة. اتكلم، في حد عايزك. الخدمة مين سيادتك؟ انت مش عارفني ولا ايه؟ لا انا اللي خدت منك 59 جنيه ونص. خلاص يا عم، احنا بقينا على الحديده، وحتى الحديده مش لاقيينها. انا الحمد لله ربنا كرمني بورس كبير قوي. خد بدل ال 59 جنيه ونص 200 جنيه اهو. طب ما عندكش حته نبات فيها؟ غالي والطلب رخيص، انت تأمرني. يلا يلا اتفضلوا معايا. ايوه ايوه عندك مكان. ايوه اتفضلوا. يا خالتي يلا، يا خالتي لقينا مكان. يلا يا لوزه، يلا يلا